تقدمت قبل قليل بأوراق ترشيح انتخابات مجلس الأمة 2024 ممثلاً عن دائرة ثانية، وأسأل الله أن يوفق كل من يعمل بإخلاص لهذا البلد وأن يشملنا بتوفيقه لنكون دائماً على مبدأ الإصلاح. نعود اليوم للاحتكام إلى قرار الشعب، ومتأكد في قرارة نفسي أن هناك حملات إحباطية تحاول تكسر إصرار الناس على اقتلاع جذور الفساد وغرس التنمية. تاريخنا البرلماني أثبت أن الشعب لم يتخلى في يوم من الأيام عن الانتصار دستوره وحقوقه ومكتسباته. في الآونة الأخيرة كنا نسمع كلمات مثل تعليق الدستور ومجلس ما له أي فائدة وغير منتج، وإلصاق هذه الاتهامات بالمؤسسة التشريعية، متناسين أن المجلس يا ما انتصر لإرادة الشعب بالرقابة وبالقوانين المستحقة، ويا ما أخرج أشخاص مصلحين يحبون الوطن. هذا الاتهام يجب أن يوجه لمن حاول أن يشيطن بيت الشعب، ولكل متنفذ يتدخل في تغيير المخرجات بالمال وباستخدام بعض الأدوات الإعلامية. لازم نعرف أن قيادتنا الحكيمة متمسكة بالدستور مثل ما الشعب متمسك فيه، وهذا ما أكدته الخطابات التاريخية لسمو الأمير حفظه الله ورعاه. اللي يروج للإحباط هو من أفلس ومن عجز عن تجير مجلس الأمة لمصلحته ولفائدته. لذلك اليوم المشاركة واجبة، لأن لو تركنا الأمر لغير الشعب الكويتي راح يتصدر المشهد الفاسدون. لذلك علينا تحفيز من هم حولنا أن يشاركوا بقوة لأهمية المرحلة القادمة، وبإذن الله راح يكون هناك العديد من المبادرات التشريعية اللي وضعتها في برنامج الانتخابي بمشاركة شباب وطني من أبناء الدائرة، وبالتأكيد إحنا حريصين على التعاون والعمل الجماعي مع كل المصلحين في هذا البلد الطيب. تفضلوا اللي يبي يسأل تفضل. الأخ يوسف فوزان الله يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله. سلمي. أنت اليوم هل تعتبر تبع تيار معين أو حزب معين؟ شوف طال عمرك أنا أمثل الكويت وشعب الكويت، وأنا نازل مستقل، والحمد لله تجمع لي علاقة طيبة مع جميع أطياف المجتمع أخوي الكريم. بفضل من رب العالمين علاقتي طيبة الحمد لله مع الإخوان والسلف والليبرال والحضر والبدو والسنة والشيعة، هم أهلي وإخواني وأصدقائي من عمر، ويعني وما أصبوا إليه إن شاء الله أخوي الكريم هو العمل الجماعي لإيجاد الحلول الواقعية القابلة للتطبيق لخدمة هذا البلد الطيب. بحث عنك بالجوجل قبل شوي وتبين لي أن أبوك شهيد. الله يسلمك. فقول لنا اسم والدك و... الله يجزاك خير. طبعاً هذا السؤال الله يجزاك خير ما له علاقة بالانتخابات أو برنامج انتخابي، ولكن فعلاً والد الشهيد عبد الرزاق الفوزان رحمة الله عليه أسر في ثاني أسبوع من الغزو يوم 15/8، ورحل إلى العراق وانقطعت أخباره، ولكن بفضل من رب العالمين عثر على رفاته الحمد لله في أحد المقابر الجماعية في العراق في تاريخ 28/5/2004، والحمد لله عادوا في رفاته إلى الكويت ودفن في المقابر الشهداء. يعني الله يرحم شهداءنا أبرار جميعا إن شاء الله ويجمعنا معهم في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خير، مشكورين.